الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. انتزع الترجي صدارة الدوري التونسي بفارق الأهداف أمام المونستيري. بطل أفريقيا في الموسمين الماضيين حسم قمة المرحلة السابعة بالفوز على غريمه النجم الساحلي بهدف وحيد، ويدين الترجي بالفضل إلى جناحه الليبي حمد الهوني صاحب الهدف الوحيد في الشوط الأول. فريق باب السويقة يمتلك مباراتين مؤجلتين وقد رفع رصيده إلى 28 نقطة بالتساوي مع المونستيري. افتتح محمود عبد المنعم المعروف باسم كهربا سجله التهديفية مع الأهلي بعد انتقاله إليه الشهر الماضي. كهربا سجل هدفين يساهما في اكتساح نادي القرن ضيفه طنطا بخماسية نظيفة في المرحلة 11 من الدوري المصري، وأضاف حسين الشحات وأحمد الشيخ ومروان محسن بقية الأهداف، وهذا هو الفوز 11 تواليا للأهلي هذا الموسم ليتصدر البطولة بالعلامة الكاملة. بينور والبول هيعمل ايه؟ كوره بمنتهى الخطوره، وادي جول 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 جول. اوعى الاهلي يا عم الحاج، اوعى الاهلي. وادي كوره هات وخد وفرصه للرابع، والرابع الرابع مروان 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 السوبرمان اللي بدا يفتح ويجيب رابع الاجوان في الدقيقه 89. مروان مروان واهداف الكره الطوليه بدوره دوره. نجح الزمالك في تصدير فوزه الثالث تواليا على حساب الجونه بهدفين نظيفين ضمن المرحله 13. محمود عبد الرازق شيكابالا والمغربي محمد اوناجم سجلا هدفي القلعه البيضاء ليتقدم فريقهما الى المركز الثالث ب 24 نقطه، وتعد النتيجه ثأريا للزمالك بعدما حرمه الجونه اللقب في الموسم الماضي بتعادلهما في المرحلة الأخيرة. وفي الدوري المغربي استعاد الرجاء البيضاوي توازنه واكتسح مضيفه اتحاد طنجة بأربعة أهداف لواحد ضمن المرحلة 11. الكونغوليو بن مالانجو ومحمود بن حليب سجلا أهداف الرجاء الأربعة مناصفة، فيما سجل الفريق المضيف محمد العمراوي من ركلة جزاء، ووصل النسر الأخضر تقدمه في الترتيب وبات ثالثا برصيد 20 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، فيما يتصدر نهضة بركان الترتيب يليه الوداد حامل اللقب. بين مانونكو اللي محسن متولي، قلت لكم والله على اللمسة، شوف اللمسة اللي كانت، اللمسة اللي كانت قبل هذه من محسن متولي والحافظي. وفي بطولة الأندية العربية عاد أولمبيك أسفي بتعادل مهم من أرض مضيف الاتحاد السعودي بهدف لمثله في ذهاب الدوري الربع النهائي. أيوب الكعداوي وضع الضيوف في المقدمة، وفي الشوط الثاني أدرك عبد الإله المالكي التعادل لعميد الأندية السعودية. وستقام مباراة الإياب منتصف الشهر المقبل في مدينة أسفي، ويسعى الفريق المغربي إلى الوصول إلى نهائي البطولة الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط في نيسان أبريل المقبل. ستعود بطولة كأس أفريقيا لتقام في فصل الشتاء بدلا من الصيف، وذلك في النسخة المقبلة التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل. الاتحاد القاري المجتمع في ياوندي عزى سبب قراره إلى الظروف المناخية في خطوة يخشى أن تثير حفيظة الأندية الأوروبية، وكانت مصر قد استضافت النسخة السابقة في الصيف الفائت، وستقام النسخة المقبلة مطلع عام 2021 بمشاركة 24 منتخبا. وصل يوفنتوس تقدمه في مسابقة كأس إيطاليا إذ بلغ الدور ربع النهائي إثر إقصائه أودينيزي. فريق السيدة العجوز لم يتأثر بغياب نجمه كريستيانو رونالدو بسبب المرض، وسجل رباعية نظيفة في مرمى ضيفه، ويدين بيانكونيري بالفوز إلى الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وغونسالو إيغوايين اللذين سجلا ثلاثة أهداف، وأضاف البرازيلي دوغلاس كوستا الرابع. وسيواجه يوفنتوس الفائز من لقاء روما وبارما في الدور المقبل.
عبر مانشستر يونايتد الى الدور الرابع لكاس انجلترا اثر فوزه الشاق على ولفرهامبتون بهدف من دون مقابل في لقاء معاد بينهما. الاسباني خوان ماتا سجل الهدف الوحيد في المباراه ليقود الشياطين الحمر الى اول فوز على ضيوفهم بعد 5 مواجهات. وكان فريق الذئاب قد فرض لقاء الاعاده بعد انتهاء المواجهه الاولى بينهما بالتعادل السلبي. وتلقى مدرب يونايتد اولي جونار سولسكاير لطمه قويه باصابه مهاجمه ماركوس راشفورد قبل لقاء القمه ضد الغريم ليفربول متصدر الدوري الممتاز. It's a lovely finish from Juan Mata. Good play by Martial in the build-up. And Romain Saïss is the man who has played Juan Mata onside. It's a lovely goal. وإلى فرنسا وسع باريس سان جيرمان الفارق مع أقرب ملاحقيه مارسيليا إلى 8 نقاط بعدما اكتسح موناكو ب4-1 في الدوري الفرنسي. فريق العاصمة قدم أداء هجوميا على عكس مباراة الأحد الماضي بين الفريقين التي انتهت بتعادل مثير ب3 أهداف لكل منهما. وسجل الأهداف كيليان مبابي ونيمار من ركلة جزاء وبابلو سارابيا، فيما سجل لنادي الإمارة تيمو باكايوكو. Dans les arrêts de jeu de la première période, Kylian Mbappé dans la surface, Mbappé pour ce tir à angle fermé, c'est sauvé. مدرب السد القطري تشابي إرنانديز يؤكد تلقيه عرضا من ناديه السابق برشلونة لتدريب الفريق ويكشف عن سبب رفضه عرض الفريق الكتالوني. لقد تلقيت عرضا من برشلونة، جاءوا إلى هنا وتحدثوا معي لكنني لم أقبل لأنني لا أرى التوقيت مناسبا الآن. أنا شاكر لبرشلونة ولأبيدال وأوسكار غراو على هذا العرض. يجب أن أكون صادقا مع الجميع، أنا أحلم بتدريب برشلونة لكن الوقت ليس مناسبا. كيكي ستيان جاهز ليدرب برشلونة وأنا أحب هذا المدرب وأتمنى له النجاح من دون شيء. قلبي مع برشلونة والآن مع كيكي وأتمنى له التوفيق. في سوق الانتقالات الشتوية تعاقد شالكي الألماني مع المدافع الفرنسي جون كلير توديبو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي برشلونة. إدارة البلاوغرانا عارت مدافعها الشاب مقابل 1.5 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو. وشارك توديبو هذا الموسم في 3 مباريات فقط مع الفريق الكتالوني بواقع 2 في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا بإجمالي عدد دقائق يصل إلى 167 دقيقة. أسطورة حراسة المرمى الإسباني إيكر كاسياس قد يصبح رئيسا لاتحاد كرة القدم المحلي مستقبلا. رئيس رابطة الدوري الإسباني خابيار تيباس يفكر في ترشيح حارس ريال مدريد السابق ليخلف الرئيس الحالي لويس روبياليس. تيباس يرى في كاسياس المرشح المثالي لمنافسة روبياليس واعتبر أن تاريخ الحارس الدولي السابق ومناقبيته يسمحان له بتبوء المنصب الكروي الرفيع. ويخطط روبياليس للدعوة إلى انتخابات جديدة في النصف الأول من مارس آذار المقبل قبل بدء المباريات الودية للمنتخب الوطني. وإلى السلة الأمريكية، أوقف أورلاندو ماجيك سلسلة النتائج المميزة لمضيفه لوس أنجلوس ليكرز وأسقطه بفارق 1 نقطة في الدوري الأمريكي لكرة السلة. سقوط ليكرز جاء بعد 9 انتصارات متتالية. نجم أورلاندو ماركل فولتز حقق 3 مزدوجة هي الثانية في مسيرته بتسجيله 21 نقطة إلى 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة. وكان كوين كوك الأفضل لدى متصدر القسم الغربي ب22 نقطة. بطل الموسم الماضي تورونتو رابترز أفلت من انتفاضة مضيف أوكلاهوما سيتي ثاندر ليحقق فوزا بفارق 9 نقاط. وتألق في صفوف رابترز نورمان باول ب23 نقطة وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 21 نقطة. وعزز تورونتو مركزه الرابع في المنطقة الشرقية بتحقيقه الفوز 26 في 40 مباراة فيما مني أوكلاهوما بخسارته 18. Mr. Gallinari.
إلى عالم الكرة الصفراء، حيث بلغت الأسترالية أشلي بارتي نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية للتنس بعد فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروفوزا، وأنهت بارتي المباراة بمجموعتين من دون مقابل بواقع 6-3 و6-3. وتلتقي ابنة 23 عاما في المربع الذهبي مع الأمريكية دانيال كولينز، والتي أقصت بدورها السويسرية بليندا بنسيتش بعد فوزها بمجموعتين من دون مقابل بواقع 6-3 و6-1. إلى عالم الراليات، حيث بات الإسباني كارلوس ساينس على بعد 447 كيلومترا من لقبه الثالث في رالي داكار الصحراوي، برغم فوز زميله في سيارة ميني الفرنسي ستيفان بيتر هانسل في المرحلة 11 قبل الأخيرة من النسخة 42 التي تستضيفها السعودية. ويدخل ساينس المرحلة الختامية المقررة غدا الجمعة وهو في الصدارة بفارق 10 دقائق و17 ثانية عن حامل اللقب القطري ناصر العطية، فيما يحتل بيتر هانسل المركز الثالث بفارق 10 دقائق و23 ثانية. ومن المؤكد أن المنافسة ستكون ضارية في المرحلة الختامية، حيث سيتواجه بيتر هانسل والعطية بشدة من أجل محاولة الفوز باللقب للمرة الثامنة بالنسبة للأول والثالثة في سجلات السائق القطري. ومع أجواء السرعة نأتي لختام الرياضية المفصلة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.